سبحان الله، لحظات تمر على الإنسان مواقف خارقة للطبيعة. يعني مثل هذا الشاب، شوف شلون دعا وتمنى أن هذه البنت تصدم علشان يساعده، وشوف إيش صار لهذه البنت بنفس اللحظة. يا رب تصدم يا عيال عشان أنا أروح أنقذها وأصير المنقذ، عرفت؟ يا رب يا رب يا رب تصدم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. والله دعاء الوالدين ما سوى كذا، أرسلوا لي رقم جواله بالإنستغرام أبي يدعي على كم واحد. هذا الفيديو نبي نشوف مواقف خارقة للطبيعة، نفس اللي قبل شوي دعا على البنت، لكن أسعد باللايك إذا كنت من المشتركين. انقطع نفسي، وإذا كنت ضيف على قناتنا تقدر تشترك وتشرفنا وتسعدنا. أنا بيبسي وخليك مع الفيديو. جلب حادث كذا، بوف أول ما قال جعلها بحادث صدم على طول. هذا الشخص سبحان الله دعوته مستجابة، وفي ناس واجد سبحان الله دعاويهم مستجابة. فيه آباء يدعي على ولده إنه ما يتوفق بحياته، وتلقى الولد طول عمره ما يتوفق، وكأن الدعوة حددت مصير هذا الولد. احذروا من الدعاء الشين، يمكن يكون وقت استجابة وتتحقق الدعوة. لا تدعون إلا بالخير دائما. بس دقيقة، وش بلا هذولا؟ واحد رايح سيدة والثاني رايح يسار، والله من اللخمة. في ناس واجد أو أشخاص واجد ما يؤمنون بالعين والحسد، لكن الحقيقة إن العين حق، شيء صحيح. وذكر هالشيء الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وقال أيضا: العين تدخل الرجل القبر، يعني العين قادرة إنه تقتل حرفيا. أنا ما أدري وش تتسمى العين بد ولا الثانية، الحين راح تعرفون وش هذه العين. خلنا نشوف مع بعض هل في شيء اسمه عين، وكيف ممكن تسوي العين، وش تسوي هذه العين. شوفوا هذه المقاطع، راح أحط لكم مقاطع تشرح لكم قوة العين وأثر العين. شوفوا كيف. صب لي أبو فرحان. والله ما بدوبه. والله اللي كان ناضب. أدري سو تسدس العمش. ما شاء الله الضوء شاب. أنا أبو ذا الفنجان كان بيضة عامة. ابن الاسود. اسلم 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 ربك صال. والله تدلع عليك. هذا التريل بنشوفه يمكن نشتريها. يا طول يا طول والله تلسل. الان تحدي يا عيال، عمرو يقول انه بيطفي ذي اللمبه، والله اتحداك. والله تحدي اقسم مثل الوحيد اللي شغاله في المياه. عارف والله يحييكم. هب اضرب سلام جلسه. اذكر الله اذكر الله اذكر الله اذكر الله. تحدي على هالليد ان احمد هتيجي بنده، تقدر ولا ما تقدر؟ عطاه والعنب الندو. والله خرب بيتك. انا رجع. شوف 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 ابليسك. عرف انا عرف يا ابو ذا. خلاص ها حبوب الناقه هذه. ها حبوب الناقه هذه. عرف انا. شفتوا كيف سبحان الله أثر قوة العين بالعصور القديمة؟ إذا ما تدرون بهذه المعلومة، وفي بعض الدول إلى حد الآن الحسود اللي عينه قوية يسجن. طبعا بوريكم فيديو خارق للطبيعة، شوفوا هذا الشخص، توقع أن أخوياه راح يصدمون، وشوفوا وش صار لأخوياه بنفس اللحظة. هلا 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 هلا. لين بيدعس بيطلع واحد يسار وبيصدم امه. شوف شوف صدم صدم. وغلطان. وقف 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 هنا وقف هنا. شي يخوف راعو. قال بيدعس. لين بيدعس. ودعس هذاك الشخص، وقال الحين راح يطلع عليه واحد من اليسار ويصدمه. بيطلع واحد يسار وبيصدم امه. شوف شوف. جد طلع عليه واحد من اليمين وصدمه. سبحان الله، لا تسألوني كيف. عندي مقاطع واجد خارقة للطبيعة، اكتبوا لي بالتعليقات إذا تبون جزء ثاني. لا حد ينسى يسوي لي منشن بالإنستغرام على المقاطع اللي زي كذا. هذا إنستغرامي وبس. مع السلامة، واكتب بالتعليقات وش أغرب موقف صار لك، بس بدون كذب.